عاجل: تطورات عسكرية متسارعة على أبواب مأرب، والحوثيون يسيطرون على مدخل المحافظة وآخر مديريات شمال. تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. قناة نبأ الإخبارية، أخبار اليمن لحظة بلحظة. أفادت مصادر عسكرية مطلعة بمحافظة مأرب بتطورات عسكرية متسارعة وتغيير ميداني مفاجئ في سير المعارك المحتدمة على أبواب مدينة مأرب شمال شرق اليمن. وأكدت المصادر أن جماعة الحوثي تقدمت باتجاه مواقع استراتيجية جديدة وهامة جنوب وشرق مديرية الوادي بعد سيطرتها على نقطة الفلج مدخل محافظة مأرب. وقالت المصادر أن مقاتلي الحوثي أصبحوا على مشارف الأحياء الجنوبية لمدينة مأرب بعد تراجع أعداد كبيرة من قوات الجيش إلى وسط المدينة. وأضافت أن مدينة مأرب اقتربت من السقوط بيد مقاتلي الحوثي عقب أحكامهم طوقا عسكريا من 3 محاور على المدينة. وشيعت قوات الجيش الوطني اليوم نحو 11 ضابطا وعشرات الأفراد الذين استشهدوا خلال الساعات الماضية في معارك طاحنة خاضوها ضد الحوثيين بنقطة الفلج.